السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوقاتكم كلها سعاده وسكر زياده، احلى متابعين واحلى مشاهدين في الدنيا. وحشيني كتير قوي، وحاسه ان انا مفتقداكم بقالي كتير قوي قوي. كل مره بقف قدام الكاميرا بتبقى وحشاني اكتر من المره اللي قبلها. تعالوا النهارده هنعمل وصفه من تركيا، بس احنا هنخليها شويه مصري تبعنا. وصفتنا النهارده السمبوسه بس بالطريقه التركي. تعالي بسرعه اقول لك على المقادير اللي هتحتاجيها وازاي نعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. لحمه متعصجه عادي جدا وتمام زي الفل. معانا كمان صلصه وزبده وطماطم متقطعه صغير جدا، وكمان تكون الطماطم دي بدون بذر وبدون قشر. بقدونس للتزيين. معانا زبادي وليمون وتوم باودر وبس كده. اسهل من كده مفيش. تعالى انا اقول لك هنقطع السمبوسه ازاي بقى، لان ايه قطعتها دي هي اللي هتخليها بالنسبه لنا تركي ولا مصري. ركزي معايا يا ست الكل يا قمرويا. بصي يا ست الكل، احنا هنقطع السمبوسه بالطريقه دي. شايفه كده؟ ده اللي احنا عايزينه. طب هنلفها ازاي؟ هقولك. طبعا معانا كمان دقيق بالميه عاملينه علشان الرول ده يتلف معانا صح. بصي ولا اسهل من كده. ده دقيق عادي وعاملينه في ميه عشان نقفل بيه السمبوسه بتاعتنا، ولا اسهل من كده. بالزيت على النار كمل القصه بتاعتنا وعلى طول نقليه. وعلى فكره ممكن تحطيه في القلايه الهوائيه او اير فراير زي ما انت بتقولي عليها. خلي بالك عشان ما تعمليش ورقتين منها على بعض، لانها بتبقى متماسكه جامد جدا. حلاوتها ان انت تعملي واحده بواحده معاكي، لان انا مش عايزاها تبقى زي الفطير. تضغطي وانت بتعملي وفي الاخر كده عشان تبقى متماسكه معاكي. مفيش اسهل من كده. نعمل لك واحده كمان. الموضوع سهل جدا وبسيط ومش محتاج اي افتكاسات معاكي. انا عندي اللحمه هنا متعصجه، اللي جايبه معاها الطماطم علشان هي لازم يضاف عليها طماطم ويضاف عليها كمان فلفل لو حابه، لكن هي المفروض ان هي بس طماطم علشان تديني تعلي التست معايا. بص هي الصوابع كده مش محتاجه ازيد من كده بجد، بتسد معاكي بتبقى جميله جدا، وخصوصا لو انت عايزه تعملي حاجه للولاد مختلفه شويه، فبتبقى اختلافها ده بيخلي الولاد يبقى فيه جاذبيه ليه. ولو قدمتيها على سفرتك في الايام العاديه انت مش بتحتاجي اكتر من ربع كيلو من اللحمه المفرومه، يعني مش زي السمبوسه بتاعتنا احنا اللي هي المصريه اللي بنضطر نحط كميه كبيره جدا من اللحمه او الجبن معانا، لان هي كده ما بتحطيش جواها اصلا لحوم ولا جبن، فهي الموضوع كله بيبقى اسهل وابسط بكتير جدا من اللي احنا بنعمله. الدنيا سهله وممكن نعمل حاجات كتير قوي من ما فيش.
كده خلصنا الكميه اللي معانا. على ما الزيت يغلي هنعمل الصوص بتاع السمبوسه التركي. عشان تعرفي ان انا مش حرماكي في حاجه ويهمني وقتك يا ست الكل. طاسه حلوه كده هنحطها على النار، على ما تسخن هنعمل حاجه تانية مع بعضين. يا بركه، بسم الله. اللحمه للتقديم والبقدونس للتزيين. تعالي بقى يا ست الكل، ده توم باودر وحبهان مطحون. بصي، عايزين عصير ليمون. سابيني هجيب لكم عصرة ليمونة لان هي كده وادي عصير الليمون. بسم الله، ادي اول خطوة معانا في الصوص بتاعها جاهز. ده هنا كده يا رب تكون انت كمان سخنتي معانا. انا واخده على بوتاجاز بيتنا اللي بتخانق معاه. حلو، معلقه من السمنه، بصي بقى السمنه احنا مش بنعمل فيها حاجات كتيره ولا اي افتكاسات. بصي، في معلقه السمنه هنحط حبه الصلصه دول. دي كده خلصت، تخيلي ان هي كده في ثانيه الا ثانيه خلصت. تعالي معانا انا على ما دايما يخلص معانا يسخن معانا. احنا عاملين شويه سمبوسه مجهزينهم، وتعالي اقول لك طريقه التقديم بتاعتهم، لان طريقه التقديم بتاعتهم تفرق معاكي كتير قوي 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 فوق ما تتخيلي. يا بركه، بسم الله الرحمن الرحيم. طبقك الحل، حط لنا الصوابع الجميله دي. طبعا الكمية على حسب افراد اسرتك، احنا هنا بنوريكي بس الشكل او بوريكي ازاي طريقة تحضيرها. ما تقلقيش هرصها لك، مش هخليها لك كده. حبايبنا الاتراك بيعملوها كده. كده خلصنا الوصفة بتاعتنا، هنطلع فاصل ونرجع لكم بوصفة جديدة. رجعنا لكم بعد الفاصل، بس رجع لكم بحاجة من مطبخنا الشرقية قوي. عايزين نعمل ايه؟ طول ما احنا قاعدين في البيت ولادنا عايزين ناكل طاجن مكرونة من بره، عايزين ناكل مش عارفة ايه من بره، كل حاجة بره بره بره. تعالى اعمل لك طاجن المكرونة اللي بياكلوه بره وبيطلبوه منك بره زي بره بالظبط، ما يفرقش خالص. نسمي الله ونصلي على رسول. تعالى اقولك كمية المكرونة على حسب افراد العيلة عندي. عايزين مكرونة مش مسلوقة،
تمام، عصير طماطم وحبذا انك انت تشيلي منه البذر، يعني تصفيه بعد ما تخلصي. عندي هنا صلصه طماطم، عندي ثوم. طريقه الفراخ او اللحمه الاثنين بطريقه واحده، انا هعملها لك بالفراخ بس انت ممكن تعمليها باللحمه. طماطم متقطعه صغير جدا وكون منزوعه البذر والقشر، يعني تقشريها وتشيلي منها البذر، احنا عايزين يعني حوالي 2 بس من الطماطم. فلفل على حسب نوع الفلفل اللي عندك، فلفل الوان ماشي، فلفل اخضر ماشي. عايزه تعملي اقول لك ايه، عايزه تحطي حاجه فلفل سبايسي اللي هو الحامي شويه، انت على حسب رغبتك. تعالي بقى نقول لك، وطبعا بصل عشان نعصج الفراخ بتاعتنا. تعالي اقول لك هنكملها ازاي. بسم الله. هنحط هنا حبه زيت، ومعنا معنا الحله الثانيه برضو على النار، خلي بالك يا بركه. بسم الله الرحمن الرحيم. حط هنا كمان حبه زيت عشان ايه اشتغل في الاثنين في وقت واحد. اول حاجه هنزل البصل، الشديد تنزل على القلب عدل، والفراخ متقطعة مكعبات صغيرة جدا عشان ما تاخدش معايا وقت في التسوية، وهي الأفضل انك تقطعيها برضو صغير. التوابل اللي هنحتاجها ايه؟ ملح وفلفل وبابريكا مدخنة للي حابب يحطها على حسب الرغبة، بس معظمنا لما بيجيب حاجات من شغل السوق لا بيبقى فيها بابريكا مدخنة ولا فيها التوابل اللي احنا بنحطها في البيت الكتيرة جدا. هنا شوية على ما يجهز. الثوم اللي معانا مش عايزاه ياخد وقت طويل، هحط عليه كمان عصير الطماطم بتاعنا. الملح والفلفل برضو شيء اساسي معانا. هنعمل ايه هنا بقى؟ هنحط اقل من معلقتين خل او معلقه خل على حسب برضو رغبتك في الخل. حط هنا كمان معلقه سكر بس بعد شويه معانا عشان تعادل الحموضه معانا. الطاجن ده سهل جدا وسريع جدا على فكره، مش هتاخدي وقت فيه، بس كل الحكايه وما فيها ان انت تعمليه تكوني مجهزه حاجتك كلها جنبك. نزلنا كمان بالطماطم، مش عارفه جايه الحمد لله. نزلت بالطماطم المتقطعه مكعبات، في الصلصه بتاعتنا هنحط الميه. انا عايزه الصلصه دي تبقى خفيفه يا جماعه مش تقيله. عايزه اقول لك الطاجن ده لو اشتريتيه من بره هتشتريه بكتير قوي. معلقه واحده من معجون صلصه الطماطم هنا، وبقيت الكميه معانا كده، ناقص للصلصه بتاعتنا معلقه سكر وتبقى خلصت معانا. حط كمان الفلفل، وزي ما قلت لك الفلفل على حسب رغبتك ايا كان نوعه، ده على حسب رغبتك، بس احنا بنعمله بنفس الطريقه اللي احنا بنجيبها من اكبر المطاعم، واولادنا عاشقين بره بسبب كده، بنعمل لهم كل حاجه بره جوه البيت. تعالي اقول لك بقى هنعمل ايه في الطاجن الجميل بتاعنا ده. مبدئيا الطاجن بتاعك لازم من الخطوات الاساسيه بتاعته ان انت تغلفيه بالزيت. ليه تغلفيه بالزيت؟ علشان الطاجن بتاعك ما يلزقش لما
تحاولي تقلبيه على الطبق عشان ولادنا حبايبنا اللي بيصدقوا يصطادوا لأي أم مصرية أصيلة. غلطة. يتغلف كله تمام، ونحط معلقة السكر مع الصلصة بتاعتنا. الصلصة على فكرة عايزينها تاخد غلوة واحدة بس مش اكتر، لانها كده كده احنا كنا عاملين الطماطم غليناها اكتر من مرة. بصي تمام، بسم الله. بصي ده تقريبا ربع كيلو من صدور الدجاج او صدور الفراخ زي ما انت حابه تقولي. بصي الكميه تعمل مش طاجن واحد، بسم الله ما شاء الله تعمل اكتر من طاجن، لان بره مش بيملاهولك فراخ زي ما انت بتعمليه دلوقتي، ولا بيملاهولك لحمه زي ما انت برده هتعمليه، بس في الغالبيه العظمى انت هتعمليه اكتر، لان دول لاولادك مش لحد تاني. يعني انا اكلته والله بره ما فيه نص الكميه دي ولا ربعها كمان، وكان اغلى من اللي انا بعمله دلوقتي بكتير جدا. الضغط بالسباتلا من اساسيات الطاجن معاكي عشان يطلع كويس، يطلع متماسك معاكي. لو انت حابه بقى الطاجن تعمليه بالجبن موتزاريلا زي برضو المطاعم، بتحطي العصاق ده بتقلبيه في اللحمه، مش بتحطيه كده، مش بتحطيه تحت، وتحت ممكن تعملي فرش من البصل اللي نص تحميره مش تحميره كامله لو انت حابه ده. وطبعا بتحطي عليه طماطم على الوش مع الموتزاريلا، وبتحطي الزيتون. المكرونه مش سلقينها زي ما قلت لك، انت جايباها من كسة على طول كده، دي الطريقه. طبعا بتسيبي مسافه، بصي المسافه انت سايبه مسافه. تعالي اكمل معاكي الطاجن. يا بركي بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الصلصه بتاعتنا تقريبا جاهزه. بصي يا حبيبتي بسم الله، احنا مش بنملاها طماطم صلصه يا جماعه، احنا بنخليها ناقصه شويه عشان هي هتدخل الفرن تمام. بنفس المنظر اللي انت شايفاه قدامك ده، ما بتزوديش عن كده. وبورقه الزبده حطها كده، نقليها كويس وندخلها الفرن وتمام وزي الفل. طبعا احنا علشان الوقت معانا احنا عاملين نسخه تانيه، فتعالي اوريكي النسخه التانيه او النسخه الاصليه. يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، بص العظمه.
بركه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي رسول الله. عملنا لك طاجن المكرونه زي بره بالظبط، ما يفرقش حاجه، بنفس الطريقه وبنفس الطعم ومش مختلفين عليه تماما. وعملنا لك الاكل التركي السمبوسه اللي بالتركي، اللي اخف من اللي بنعملها هنا عندنا في بيتنا المصريه شويه في الخامات، نقدر نقول في اللحمه. اتمنى ان اكون عجبكم. مستنيه برضو زي كل مره بقول لك، مستنيه كومنتاتك الحلوه اللي بتعلقي بيها وتقولي لي الحاجه عجبتك او لا. صدقيني ده بيسعدني جدا، حتى لو ما عجبكيش وقلتي لي هعمل لك الاحسن ان شاء الله. ده بيشجعني. فاتمنى ان الوصفات تكون عجبتكم. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج محروسه وحكايتها. ربنا يسعدكم جميعا. باي باي.